قبلة يعني درنا لونطام ديالها بطريقة جيدة، من بعد نزل شوية الإيقاع، من بعد ما سجلنا جوج ديال الأهداف. الشوط الثاني تحدثنا على أساس أننا نجريو الماتش بالطريقة اللي خصها تجرى بها، كان بإمكاننا أننا نسجلوا هدف ثالث باش نقتلوا المقابلة 100%، ولكن ما توفقناش باش أننا نكونكريتيزيو بزاف ديال الفرص اللي جاو. مع العموم كنشكر اللاعبين بزاف على التعامل ديالهم طيلة المدة ديال الاستعداد، ماشي فقط في هذه المقابلة هذه، بكل احترافية وبكل جدية. وفي المقابلة الحمد لله كنشكرهم على المجهودات ديالهم وسعيد بهذه النتيجة هذه.